ما ان يستفيق العراقيون من مشكله حتى تظهر لهم مشكله جديده. وهذه المره ظهور مرض البياض الزغبي الخطير الذي ضرب بساتين اقضيه بلد والضلوعيه والدجيل والنواحي التابعه لهم والذي فتك بالاف الدوانم الزراعيه. واوضح مزارعو هذه المناطق لقناه صلاح الدين الفضائيه ان مكافحه هذا المرض تتم عن طريق تسيير طائرات زراعيه خاصه لرش بساتينهم. وناشدوا الجهات المعنية بسرعة القيام بالإجراءات اللازمة لمكافحة هذا المرض الفتاك تفاصيل أوفى في سياق التقرير الذي عده الزميل علي البلداوي تعرضت بساتين أقضية بلد والضلوعية والديجيل والنواحي التابعة لهم بمرض البياض الزغبي الخطير والذي فتك بالاف الدوانم الزراعيه بينما اكد الفلاحون لقناه صلاح الدين ان مكافحه المرض تتم عن طريق تسيير طائرات زراعيه خاصه لرش بساتينهم. طبعا تعرضت مزارعنا في محافظه صلاح الدين بصوره عامه وفي قضاء بلد وقضاء دجيل بصوره خاصه والمناطق المجاور لها بمرض دخيل علينا لم نعرفه من قبل ولم نعهده ألا وهو مرض البياض الزغبي وهذا المرض طبعا لم نعهده من قبل ونحن مزارعون منذ القدم عن آبائنا وأجدادنا ولم نسمع بهذا المرض وظهرت أعراض هذا المرض منذ عامين في عام 2016 ظهرت نتيجة هطول الأمطار في أوقات متأخرة وظهرت لهذا العام ايضا نفس الحاله ولكن بحاله اشد. فراجعنا المكاتب الزراعيه واخذنا مختلف انواع العلاجات ولم يجدي نفعا. فلذلك نطالب الجهات المختصه باتخاذ اللازم والكشف الموقعي. بالنسبه لهذا المرض، مرض زغبي اصاب بساتين بلد والدجيل والمناطق المجاوره لبلد. اصابه تامه عالجنا من شفنا هذا المرض ضربنا عده علاجات من ضمن العلاجات اللي ضربناها البرستين والكورزيت والكونتاف هاي مبيدات فطريه درجه اولى على اعتبارها البرستين والكورزيت والكبروسات كلها هاي علاجات فطريه فما جابت نتيجه البستانس انت داشوها بعينك كل الورق مالها احتراق والعنب احتراق واصبح الصفر يعني بالنسبه للربع الحاصل ما بقى بيها فالناشد الدوله العراقيه ووزاره الزراعه بان تطير طيارات لمكافحه هذه البساتين لان الفلاح خرجت عن طاقته هاي المكافحه الفلاحون من اصحاب هذه البساتين اوضحوا ان الرياح هي من نقلت هذا المرض لمزارعهم وطالبوا الجهات الحكوميه بالقيام بحمله لانقاذ بساتينهم والتي اصيبت بالمرض بنسبه كامله. والله نطالب الدوله العراقيه الشريفه بان تقيم لنا بحمله مكافحات البساتين في بلد. لان الاصابه اصبحت 80% 90% 100% مثلا انا اكافح مثلا جاري ما يكافح الاخر ما يكافح وهذا وهاي الامراض ذات تنتقل عن الارياح يعني شلون نقول الهواء باللغه العربيه هالشكل فريد دوله يعني حمله تكافحنا مكافحه حمله يعني جماعيه لناشد الحكومه على مرض بيض الدقيقي انتشر عندنا باربع خمس ايام وندا شوف هاي الحاله وحين ناس فلح كلش ما عندنا ما عندنا غير الله وهي دا شوف عينك في الوقت الذي تعرضت فيه مصادر عيش المزارعين للهلاك تلتزم الجهات المعنية موقف الصمت بانتظار وضع الحلول الفلاحون من مناطق جنوب محافظة صلاح الدين يأملون من الجهات المعنية الاسراع بالنظر اليهم لانقاذ بساتينهم من الموت الحتمي من قضاء بلد لقناة صلاح الدين علي البلداوي